بسم الله الرحمن الرحيم. بتمنى لو حد عنده اي استفسار في فيديو النهاردة يسيب لي كومنت بالسؤال، ولو حد محتاج شرح موضوع معين او جزء معين يكتب لي في الكومنت. هيكون معاكم ياسمين حمدي، وما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الجلانس اوف الدايجستيف سيستم. اول حاجة معانا النهاردة هي الليفر او الكبد. الليفر ده يعتبر اكبر جلاند موجودة في جسمي، the largest gland in my body. وزنه بيوصل من كيلو 400 لكيلو 800، 1.4 to 1.8 كيلو. يبقى انا عندي الكبد اكبر غدة موجودة في جسمي، وهو بيعتبر second largest organ in my body، تاني اكبر organ في جسمي. يا ترى حد عارف او فاكر ايه هو اكبر organ موجود في جسمي؟ بتمنى تسيبولي كومنت بالإجابة على السؤال دوت. طيب ايه البوزيشن بتاع الليفر بقى؟ ده بيبقى موجود في الرايت هايبوكوندريوم، زي ما احنا شايفين في الصورة دي كده، بيبقى واخد معظم الرايت هايبوكوندريوم، ورايح شوية على الابيجاستريوم، ورايح شوية على الليفت هايبوكوندريوم. يعني هو غالبا هيبقى موجود في الرايت هايبوكوندريوم والابيجاستريوم، ورايح شوية على الليفت هايبوكوندريوم. طيب شكله ايه؟ بيبقى ويدج شيب، ده شكله عامل كده زي المنشور. البيس بتاعته بتبقى موجودة للرايت، انما النارو اند بوينتنج اللي هي الابيكس دي بتبقى راحة ناحية الشمال. طيب هو ليه اربعة سيرفسز. اللي قدامي ده اللي انا شايفاه ده الانتيريور سيرفسز، فهيبقى وراء اكيد البوستيريور سيرفس. عندي من فوق هنا ده هيبقى superior surface، ومن تحت هيبقى inferior surface. البوردر اللي بتفصل لي السيرفسز دي علشان اقدر اقول ده anterior ده posterior ده وده superior ده inferior، البوردر اللي فصلوا لي السيرفسز دي عن بعضها بتبقى rounded و well defined، بتبقى مدورة كده تخينة، مش sharp border. الا الانفيريور بوردر دوت اللي بيبقى عندي شارب، تمام، اللي هو بيبقى فاصل لي الانتيريور دوت عن الانفيريور، هو ده الوحيد الشارب بوردر اللي موجود في الليفر، تمام. طيب انا عندي الليفر دوت بيبقى متقسم كذا لوب. ثانيه عندي كده وانا باصه من قدام هيبقى عندي، يعني غالبا الليفر كله اصلا بيبقى متقسم لتو لارج لوبس. عندي الرايت لوب اللي هو بيبقى موجود ناحيه اليمين خالص ده، والليفت لوب اللي هو بيبقى موجود ناحيه النص اللي هو الابيجاستريم، ورايح شويه على ليفت هايبو كوندريوم، تمام. طيب لو انا جيت قلبت الليفر ده كده من تحت او من ورا وبصيت عليه، هلاقي عندي كمان هنا تو لوبس. عندي هنا الكوادريت لوب اهو، وعندي هنا الكودات لوب. يبقى انا كان عندي رايت وليفت، عندي هنا كمان الكوادريت والكودات. طيب عندي حاجة اسمها البورتا هيباتس. البورتا هيباتس ده الهايلم بتاع الليفر، شبه بالظبط الهايلم بتاع اللونج. يعني انا المكان اللي عندي اللي الفيسلز بتبقى داخله خارجه منه للليفر ده بيبقى ديب ترانسفيرس فيشر كده، بيبقى موجود ما بين الكوادريت لوب اللي موجود قدام والكودات لوب اللي موجود ورا، تمام. يبقى البورتا هيباتس او الهايلم بتاع الليفر ده بيبقى موجود ما بين الكوادريت والكودات لوبس. طيب انا عندي الرايت والليفت برانشز بتاع البورتال فين والهيباتيك ارتري والهيباتيك نيرف بلكسس بيدخلوا الليفر عن طريقه، يبقى ايه اللي هيدخل الليفر من البورتا هيباتس؟ البورتال فين والهيباتيك ارتري والهيباتيك نيرف بلكسس. طب ايه اللي هيخرج؟ الرايت والليفت هيباتيك دوكت وشويه ليمف فيسل هتخرج منه، تمام. طيب لو انا جيت كده عايزه ابص على البورتا هيباتس ده، انا دلوقتي قدامي ليفر في الامتحان ومطلوب مني افرق الاستراكشرز اللي موجوده عند البورتا هيباتس. هفرقهم ازاي؟ هحط كده في الليفر في وضعيه ان انا اشوف مثلا من anterior to posterior، ارتب الاستراكشر ديت anterior to posterior، هلاقي اللي موجود most anterior هيبقى الهيباتيك دوكت، طيب اللي موجود موست بوستيرور هيبقى البورتال فين والرايت والليفت برانشز بتوعه. طيب
انما ما بينهم هما الاثنين هلاقي الهيباتيك ارتري والرايت وليفت برانشز رايت وليفت برانشز بتوعه. تمام، يبقى انا دلوقتي لما هبص على البورت هيباتس ده هلاقي كده بالترتيب من قدام لورا الهيباتيك دوكت، بعد كده الهيباتيك ارتري وبرانشاته، بعد كده البورتال فين وبرانشاته. تاني جلاند معانا هي البنكرياس، ودي تعتبر ميكسد جلاند. ليه؟ لان ليها اكزوكراين واندوكراين فانكشن. الاكزوكراين علشان البنكرياس دوت بيخرج لي الدايجستيف جوس اللي هو بيبقى مسؤول عن الدايجشن او الهضم في السمول انتستين، واندوكراين علشان بيخرج لي هرمون اللي هو الانسولين، ده طبعا اللي بيظبط لي السكر بتاع الدم. تمام، يبقى البنكرياس دوت اكزوكراين اند اندوكراين جلاند او ميكسد جلاند. بيبقى طوله من 12 ل 15 سنتي، وده بيبقى موجود ريترو بروتونيا. طيب ماشي كده، ايه ترانسفيرس يعني ماشي بالعرض، بيبدا منين؟ بيبدا من الكونكافيتي بتاع الديودينم، يبقى بيبدا من الديودينم دوت من ناحيه اليمين وبيمشي رايح للشمال ناحيه السبلين. طبعا السبلين اللي هو الطحال بيبقى موجود على الليفت. طيب انا حاساه كده مش ماشي بالعرض بالعرض، لا بحسه كده ماشي هنا ايه بيطلع لفوق كده وهو ماشي ناحيه الشمال. تمام، طيب البنكرياس دوت بيتكون من 4 بارتس، 4 اجزاء. انا عندي الهيد وده الجزء اللي بيبقى موجود في الكونكافيتي بتاع الديودينوم، وده الرايت اكسباندد بارت. بعد كده بتيجي حته فيها كونستريكشن كده بعد الهيد على طول، دي بتبقى النك، وبعد كده البادي وده بيبقى المين بارت بتاع الجلاند والتيل، ده الجزء التابرنج الاخير من البنكرياس. تمام، دي البارت بتاع البنكرياس. طيب انا عندي هنا الدكت بتاع البنكرياس ديت هنا ايه بتبدا من ورا لقدام بقى، فهي هتبدا من عند التيل بتاع البنكرياس وتمشي ناحيه الراس، يعني ماشيه انفيريور وراحه لليمين. تمام، بتيجي هنا ايه بقى البايل دكت. البايل دكت بتيجي تمسك هنا مع المين بنكرياتيك دكت ويروحوا يمسكوا او يعني ايه بيجوا هنا ايه يفتحوا في الساب ميكوزا بتاع السمول انتستين او بتاع الديودينوم، فيكونوا لي شورت دايليتد هيباتو بانكرياتيك امبولا او امبولا اوف بايل دوكت مال امبولا اوف فيتور. تمام، نتكلم على البيليري سيستم. ده بيبقى عندي الليفر والجول بلادر والبايل دوكت، وازاي بيشتغلوا مع بعض علشان يصنعوا لي البايل وتتخزن وتسكريت البايل كمان. تمام، ده شغل البيليري سيستم. طيب انا البيليري سيستم دوت عندي هنا الكومن بايل دوكت، وديت بتنتج عن الجنكشن بتاع الرايت والليفت هيباتيك دوكت، كونوا لي الكومن هيباتيك دوكت. عندي كمان الجول بلودر، ودي تعتبر الريسيرفوار بتاع البايل، وبعد كده هنا طلع منها السيستيك دوكت، دي اللي هي دوكت بتاع الجول بلودر، وبعد كده هيمسكوا مع بعض الكومن هيباتيك دوكت والسيستيك دوكت ويكونوا لي الكومن بايل دوكت، اللي بعد كده بتمسك مع البنكرياتيك دوكت وبيكونوا لي الكومن بنكرياتيك بايل دوكت او الكومن بنكرياتيك هيباتيك دوكت، ويمسكوا او يدخلوا عند الساب ميكوزا بتاع السمول انتستين في الامبولا اوف فيتور. تمام، طيب انا عندي الجول بلودر ديت ليها اجزاء، انا عندي الفندس والبادي والنك والدكت. طيب انا عندي هنتكلم على السيرفيس اناتومي بتاع الفندس بتاع الجول بلودر، فانا اعرف هي موجوده فين. اصلا الفندس ده يعتبر الاكسباندد اند بتاع الجول بلودر، يعني الجزء المنفوخ بتاع الجول بلودر. اتجاهه ايه؟ بصوا بيبقى نازل كده لتحت وجايه لقدام وناحيه اليمين، طبعا دي الناحيه اليمين من الليفر ودي الناحيه الشمال، يبقى الجول بلادر اتجاهها ايه؟ داونورد فورورد اند تو رايت. طيب الريليشنز بتاعتها قدامها هنا هلاقي الانتيريور ابدومينال وول، انما وراها هلاقي الترانسفيرس كولون. يبقى انا عندي السيرفيس اناتومي بتاع الفندس بتاع الجول بلادر بتبقى ان كونتاكت مع الانتيريور ابدومينال وول ورا behind the right costal cartilage التاسع.
الرايت كوستال كارتليج التاسع، تمام، عند الكروسنج بتاع الترانسبايلوريك بلين مع الكوستال كارتليج ده، عند النقطة دي، تمام. اخر موضوع معانا النهارده هو السليفري جلاند. دي تعتبر اكزوكراين جلاند، ليه؟ علشان بتطلع لي سلايفا. هل حد سمع ان السليفري جلاند بتطلع هرمونز؟ لا، ادام بتطلع هرمونز دي كده اندوكراين، وده ما بيحصلش في السليفري جلاند. يبقى السليفري جلاند اكزوكراين جلاند بس علشان بتخرج لي سلايفا، والسلايفا ده كده اللي هو ايه، السائل اللي بيطلع في البق كده علشان يرطبه لي وهو نازل، تمام، وبيعمل يعني الى حد ما شويه كده ايه دايجيشن بسيط بس على ما يوصل للاستومك، تمام. طيب انا عندي 3 بيرد ميجور جلاند، تمام. يبقى السليفر جلاند دي عباره عن تلات غدد رئيسيه بيبقوا ازواج، يعني انا عندي هنا واحده هنا زيها اللمه الثانيه، واحده هنا زيها اللمه الثانيه، واحده هنا زيها اللمه الثانيه، تمام، 3 ميجور، وعندي كتير قوي ماينور جلاند ماليش دعوه بيهم دلوقتي، احنا بنتكلم على الحاجات الميجور. طيب انا عندي الباروتيد، وعندي السب مانديبولر، وعندي السب لينجوال. اول حاجه الباروتيد جلاند دي تعتبر اكبر واحده فيهم، بتبقى موجودة تحت الزيجوماتيك أرش، قريبة من الأوريكل بتاع الودن، هي مكانها واضحة أو في الصورة تحت الزيجوماتيك أرش قدام الأوريكل بتاع الإير، موجودة على الريموس بتاع المندبل اللي هي الإيد بتاع المندبل اللي طالعة فوق كده، هي موجودة عليها، والدكت اللي هي خارجة منها راح تفتح فين زي ما انا شايفة، دي راح تفتح في الفيستيبيول قصاد الابر سكند مولر تيس. الفيستيبيول دوت هو ايه؟ لان لو انا رفعت الشفة كده دي اللي انا بشوفها ما بين السنان وما بين الشفة وما بين الخد، تمام. يبقى اذا الدكت اوف باروتيد جلاند اوبن في الفيستيبيول اوبوزيت الابر سكند مولر توث. طيب تاني واحدة عندي اللي هي السب مانديبولر جلاند، دي بتبقى موجودة فين؟ تحت الانجل بتاع المندبل، وعندي الضغط اهي خارجة راح تفتح فين؟ راح تفتح في الفلور بتاع الماوس تحت الطنج قرب الميدل لاين كده، تمام. تالت واحدة عندي اللي هي الساب لينجوال جلاند، ودي تعتبر اصغر واحدة فيهم، موجودة على طول تحت الميوكس ميمبرين بتاع الماوس فلور، موجودة بشكل مباشر تحت الميوكس ممبرين بتاع الماوس فلور. طيب الدكت بتاعتها بتفتح فين؟ انا شايفة دكت كتير، هي بتفتح في الفلور بتاع الماوس برضو ب15-20 سمول دكتيول، ليها دكت كتير، تمام. دي السليفري جلاند. لو حد عنده اي مشكلة في فيديو النهاردة يسيب لي كومنت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.